تبي شيء هادي. مو طيب بس هذه يعني شيء تقدر تقدمه، حتى في بعض الشرات مو بهذا. النمر المقنع، النمر المقنع، توم وجيري، ماوكلي، ماوكلي نسيته، كابتن رابح او كابتن ماجد. كابتن ماجد تجنب، بس كابتن رابح مشكله معه. لا. رابح يا كابتن هدى، بالمرمى صبت الاهدى، تبقى دوما للاصاب. جوليان لوكان أكاديمية الشرطة، أكاديمية الشرطة، بس أكاديمية الشرطة. ايش يقول خلف السجن رجال عصابة؟ ايش؟ خلف السجن، خلف السجن، بس ما أدري لحنهم. طيب ما بيجي. في واحد سبحان الله جاء على بالي الحين ونسيت. ناروتو، الضربة المزدوجة تعرفها؟ رمية متحبة، سجلنا ضربة المزدوجة. شو اسمها ذي؟ بالتحقيق بالتأكيد أنت قوي، عدنان ولينا، تحمي سيفا تبدو كالإعصار. سجلته؟ أنا لا، بس وش إشارة البداية ما بحفظها. عدنان ولينا، اصبر. جمعتهم أماني، جمعتهم أماني، أماني حلوها حلوة كذا. وبعدين أنا ما بحفظها أبدا، بس إني مرة شفت مسلسل يطقطقون عليه وشبك، هذا اللي شبك معك. في غير، يلا اعطوني. الاعداد كلموني اليوم، امس قالوا لي نبي فقره حق فيلم كرتون، عشان كذا كلموني جون الاعداد قال نبي نرتب لك فقره من ذا الكلام كله. عجبهم شغل افكار الكرتون. بعدين فكره حبيت اني اطورها، بحكم ان ما اعتقد احد قدم شارات فيلم كرتون على بدايه ابدا، بحكم ان اغلب اللي جون في القناه يعني جوهم شيلات ما شيلات والاشياء ذي كلها، هم جوهم افلام كرتون يعني. فيه قد سوينا شو انا وانت عليها. ايه بس هذه بتركيز شوي. السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي، واياك الله يسعدك. مشينا لان كم باقي على الحلقه؟ الساعه كم الحين؟ الربع شوي، باقي 20 دقيقه. لا حق البروفايلك رتبوها. كم باقي؟ كم باقي ابراهيم؟ الساعه 11 و10. ها يا الربع، اعطوني اعطوني. حبيبي ريمي سجلنا. هايدي ما احفظها، بس انا واخي، انا واخي نسيت. انا واخي عاد من اهم الشارات اللي يحبون. عهد الاصدقاء ذكرت، عهد الاصدقاء وش اسمه، لا صقور ابطال الديجيتال. عاد شارات ابطال الديجيتال حلوه، بس تصدق ماني بحفظها. ترى عادي انا مثلا تقول له، هو قال لي، قال لي بس المشكله بعد ما اتقنتها من قبل. وش بدايتها بس؟ في عالم غريب وقانا، في عالم غريب وقانا، في عالم الارقام ضيعنا، كيف الصمود، كيف الصمود، من اين الطريق؟ عالم غريب، عالم غريب المعالم، الظهر عالم غريب المعالم، نواجه الاخطار نقاوم، نلقى عدوا ونقابل ألف صديق. لا 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 واو واو واو، نحن في وجه المخاطر. حلو ممتاز، خلينا نحطها في الديجيتال. طيب بوكيمون، عاد بوكيمون والله شارته بطلة، بس تصدق اني ماني محافظها ولا اعرفها يعني. وش بدايتها؟ ما اذكرها، بس اذكرها شارتها بطلة هي. طب عادي سجل او قل لهم، قل لهم ابغى اسمع. بس المشكله ما اتقنتها انا عن نفسي، اذا ما اتقن الشيء ما تدربت عليه فتره. طب عادي سجلها انت واسمعه وناظر، اذا كنت تقدر تتقن اقدمه، اذا كنت ما تقدر والله خلنا نسجل. حط عند علامه انها بوكيمون. طيب والله سجلنا شيء حلو واجد زين. حلو بعد غيره؟ طبعا بتكون في فقره، بيكون سؤال للجمهور انا كذا سويته، بس ان شاء الله يوافقون عليه، اللي هو طبعا بسوي انا، كان ودي ان اسوي طلب الجمهور يعني. لا مو طلب الجمهور، الفكره وش استفدت من افلام كرتون. الهاشتاج، انا كان هاشتاج كنت بخليه باسمي نوعا ما، بس قال لي المعد، قال لي احتمال الاداره إيه، انا قلت قبل كذا إيه. فقال لي جيب لنا فكره مثلا دخل فيها البرنامج او القناه او شيء من هالموضوع ممكن يقبل. خلهم يحطون طيب هاشتاج حياتي انا لا مو ابي هاشتاج اتميز فيه انا، بكره يحسب لي، يحسب لي انا، مو يحسب بس لاني سويت شيء. فسميته ماضي من حياتك، يجمع بين الشيء القديم ويجمع اسم البرنامج عندنا، ماضي من حياتك.
فهمت علي؟ الله حلو. المقدم نعجب بالاسم. فهذا بيكون هاشتاج. اتمنى انا قلت له اتمنى مشاركه الجمهور ماضي من حياتك هذا وش نحط فيه وش ذكرياتك مع افلام الكرتون. الشيء الثاني شو ذكرت؟ نقطتين اساسيتين ذكرياتك مع افلام الكرتون. انا ولد موسى. وش استفدت من افلام الكرتون؟ وينك؟ ماك صاحبي احنا نجهز طلباتنا يا اخي. الجلسه احبنا الكنبي زي كذا. وش استفدت من افلام الكرتون؟ لان نذكر مره من المرات يعني اشتاوى واحد ليش معنا؟ عندي فغفتي زي ذا يقول لي من كابتن ماجد استفدت اللي هو مثلا الاصرار والعزيمه. انا قاعد اكون اواصل للهدف الحين قاعد افكر لك. اي فهذه من ضمن الافكار الموجوده. ذكرياتك مع افلام الكرتون وش استفدت؟ سلاح فنينجا. هنا مستميت. ممتاز. ما في خروج. نينجا نينجا سلاحف النينجا نينجا نينجا أبطال القتال لا نخشى الأشرار هي نحن السلاحف. ممكن تكون سلاح النينجا نضيف. باباي. بس باباي مشكلته هذه صعبه بس حلوه فيها. باباي رجل البحار عاد بعد طول انتظار عاد مع زيتونه وبلوت المكه. باباي رجل البحار تيمون بومبا. ولكن لا ناخذ منها تيمون بومبا. اي صح بس اي بس غبيه شوي كوميديه هي. حكم رقمها لذيذ. ارمي الماري الليلي تنساه المستقبل. ايش باقي عندنا؟ في والله شاره بس ما اعتقد الشاي يعرفها. جديده ذي فروزن اكيد تعرفها. لا ها لا جديدة. اي ما ابن ماضي. اي لا طيب سندريلا. انت وردة سندريلا وردة بيضاء انت اغلى بل واحلى من كل الاشياء. هلا سهلة. ها خلنا نخلص. يلا عدل. حلو سندريلا بعد. من صورة ذي احنا قلنا صبر. احضر ميقالو سوسان صح مع العشق. احضر ميقالو يا سوسان احضر ميقالو يا سوسان. يلهو يا مرحبا. وش اللي تغنى انت وجنان؟ قلت سنبا انت من الزابة استقرار وسويت الارشيف. هذه معروفة. طيب غيره. جابت الزي شمام يسألني اسئلة. في واحدة بس صعبة شوت تعرفها؟ 12 سنة. اللعب ينادينا وجماهير تحيينا نعيم ينزل بالينا عزما ويقينا شوت 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 سدد أجد التهديف شوت 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 لعب حلو ونظيف شوت 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 سنستسلم للهجوم. الله تتابع يا ولد. شوت انت الفقره بتجوز لك. لا الحلو ما نظيف. طيب غير شوت. شوت صعبه بعد شوي. لا كنت ثلاث المغرب في جزيره الكنز بس المشكله ما احفظها. حلوه جزيره الكنز. صوت سامي كلاركن يعني حقت جريندايزر سهله. علي علي بطل فليل هيا طير يا جريندايزر دوك فاحذر سلح نفسك ناضل بالدفاع أجل سلام فوق الأرض في كل الأصقاع كافح شرا أبطل مكرا فالخطر كبير. طيب الأرض يا جريد دايم. سندباد. سندباد سجلناه. سندباد شرطين تعرفهم؟ وش هي؟ عطني شوف. لا إرادية لعنك. أنا بعطيك البداية. وجه وجسمي كله بالمويه. بغداد ما زال عندنا للهولان أخبر سندباد. هذه شرط النهاية. البداية لا. أنا سندباد المغترب أبعد أبحر أغترب لا أهاب الموج أبدا حين يعلو وينطرب. طيب اصبر. سابق ولاحق والله ما ادري اجيبها ولا قوي. لا بس سابق اي هذه لا تتردد لاحق
آن الأوان الآن سنثبت أننا الأمهر في السباق بعزمنا الصعب والفوز منا قدنا بالإصرار حققنا المنى بالعمل والمنى ما قرام طيري يطير يا يا رجل يا كم شريت من سيارات سابق ولا حق قلت بس سايكلون ما قنام الله أقول كانت عندنا طيب في بليد بس محافظ الشارع دايس تعرف دايس بس دايس جديد ما أدري أعتبر جديد لا أعرف دايس انظر لمعانا الأحداق شعت كالسيف البراق شمس جاءت بالإشراق طاروا لقتال وكفاح والعدل لهم خير جناح والخير سبيل وكفاح حملوا أملا لا يخبو سلوا سيفا لا ينبو إن نادى أحد هبو دايس دارانا دايس هيا دايس ما أعرف دايس مو معروف انا اقول لك تقريبا من الجيل الجديد يعني طيب مدينه النخيل مدينه النخيل تصدق من مسعي على بالي ورايح منار وتلفز تق ورمى منار وتلفز تق ورمى اصدقاء ودائما يحلى اللقاء في مدينه في مدينه النخيل كل شيء جميل الغروب والشروق والهواء العليل ضياء القمر في السماء ونجوم المساء شمس الصباح والرياح والطريق الطويل نمرح نفرح نضع والله انها كانت جميله فاللوط وحلقه شريرا على الاذيه متفقا طيب في مدينه التوت اي هذه محافظه بعد بس هذه ممكن ناخذها مشاركات من الشباب فهمت انا بسويها على فكره مسابقه في مدينه مثلا الفرقه الاولى تقول الفرقه الثانيه اسم الشاره اسم المسلسل انت اعطينا الشاره حقته فهم علي مثلا اقول لك هزيم الرعد تعطيني الشارة حقته بدايتها على واحد منكم يلا تشاورون فيما بينكم هذه الطريقه كابتن رابع عندك كابتن ماجد كابتن رابع كابتن رابع لا هذا ماجد كذا ستتي اهداف لا دي رابع كابتن رابع رابح يا كابتن هداب بالمرمى صبت الأهداف تبقى دوما للأخطار خلال نادي الناجة والله إنه كان جميل رابح عاد رابح جنيرة متأكيلها أنا ما حبيت ترى كابتن ماجد أنا بالنسبة لي رابح كان التيم حقه قوي والله ماجد وين بسام إذا أعطاك تسديدة مخلب النمر ينزل بسام يسجل كل شيء والأضواء كلها الكابتن ماجد أنا أشهد والله العظيم الكابتن ماجد إنه خجبة والله طعن سوق بسام شاد حيله يقول حارس رعد هو رعد رعد, رعد. هذا الحارس الكاب ايه والشعر هو كان لاعب كاراتيه لا ولا يصد كورة تقطع القفازات إيه. والكورة مستمرة القفاز يحترق ويطير والكورة باقي احنا صديقين ويرجع بعد ويقف على الخط ويقف شكل بعدين يطيح الرمية الملتهبة تذكرونها؟ تذكرون الحلقة الأخيرة يوم يعني يده لبست على الكورة وشقت الأرض طبعا انا كنت اعتبره القدوه رحت لامي قلت في لعبه بكره اليد قعدت فيه قلت طب الحين أنا اقدر اسوي كذا يعني يطلع نار الله يصلحك ولدي تروح راح والله العظيم شوف تاثيرها انا شفت لما تكبر وتتذكر شلون كنت تتاثر بالافلام بافلام الكرتون تحديدا تحس انك خبل لا شوف والله هي براءة هي براءه بعدين تدري فعلا انت يعني هذه والله حلو والله حلو تذكر لعبة تذكر دقيقة الفيلم كرتون حق الكروت اللي داخل كارت شو اسمه يوغيو هذاك خايس ذاك يعوذ بالله يا شيخ أكاديمية الشرطة بنتين طيب تفشل الخطة تنجح الخطة والمجرم الجاسوسات هذا اللي يشوف الجاسوسات هذا منحرف هذا لا لا صدق كنت على واحدة خايف أنا ديكم شعر اشقر الكل خضراء لا اصفر لا هذيك ما شاء الله البطل لا اصفر بس اكاديميه الشرطه جميله والله ان عمان كبار كانوا يشوفونها معنا حلو اكاديميه الشرطه هذاك اللي قال له اصوات
ايه ذاك ابو براطهم الخال لا فيلم كرتون يا اخي. انا اذكر حتى هذه من الاشياء اللي بقولها في البرنامج. انا واحد من الشباب ذاك اليوم كان يقول لي، قلت حق مشوي حق عبد الله، قلت كان يقول لي تعلمت من كابتن ماجد. يعني يمكن هو فيلم كرتون بس احيانا يعلم ترى في رسائل، خصوصا يمكن ما ادري الاخوان يعرضون ولا شيء في القناه اللي كانت تعرض مثل هالبرامج، ترى تختلف عن كثير من القنوات.